اهلا بحضراتكم من جديد. خلصنا موضوع مباراه القمه والاهلي والزمالك وتصريحات كابتن جمال اخر جمال، دخلنا في تصريحات رئيس نادي المحله والحديث عن مباراه الاهلي وغزل المحله. وللامانه يا ريت المسؤولين في الانديه يحاولوا يشتغلوا على فكره الفرقه والاجهزه الفنيه وتبادل الاجهزه الفنيه او تناوب اجهزه فنيه واكثر من جهاز فني خلال الموسم، بدل من استغلال مباراة النادي الأهلي وفي نوع من ادعاء المظلومية. هنقول الكلام ده بس نروح نسمع الفيديو الأول ونسمع تصريحات رئيس نادي غزل المحلة عشان يبقى بنعقب على كلام واضح صوت وصورة. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. قول لنا فحوى الشكوى وإيه اللي طالبينه بالظبط؟ كابتن مدحت، يعني احنا من أول المسابقة كان حصل أخطاء تحكيمية كتير، كنا بنتقدم بشكاوى مش لاقيين اي رد فعل، مفيش اي اتخاذ قرارات في اي شيء، بنخسر نقاط والشكاوى كاننا بنكتب ورق وبيترمى في الادراج. الامور وصلت لصوره فجه جدا امبارح، يمكن الناس كلها شافت اللي كان حاصل من حكم اللقاء، اخطاء بالجمله، معامله للاعيبه غزل المحله في الملعب بالفاظ غريبه، استعجال في لعب الكورة بعد هدف التعادل بشكل سيء، حكم لقاء يقول للطبيب ارمي اللاعب بره الملعب ما تحرجنيش، كلام يعني وصلنا لصورة ليه يعني يا جماعة، احنا نادي غزل المحلة يا كابتن مدحت. لا طبعا، وأي نادي له كل الاحترام، أي نادي يعني المنظومة الرياضية من شأنها أساسا بس الروح الطيبة في نفوس المشجعين يا كابتن. نعم، مش إن أنا أعمل أحقاد بين نادي جماهيري ونادي جماهيري تاني. نعم. انا هقف عند ما انتهى اليه رئيس نادي غزل المحله الاستاذ علي عباسي وهو بيقول ان المنظومه الرياضيه هدفها بث الروح الطيبه، مش اعمل احقاد وفتنه بين جماهير انديه شعبيه. انا اسف لحضرتك استاذ علي، التصريح ده ما كانش ينفع يطلع منك بعد مباراه للنادي الاهلي، لان تاريخ النادي الاهلي مع غزل المحله تاريخ كبير. جماهير غزل المحلة أو مدينة المحلة 90% وأنا أعمى أقول جيدا 90% منها بيشجعوا النادي الأهلي، وحضرتك عارف ده كويس. الأهلي في 76 تصدى لمحاولة اتحاد كرة القدم إثناء فريق غزل المحلة أمام نادي الزمالك في واقعة الطوبة الشهيرة، والنادي الأهلي تصدى بكل قوة عشان حق غزل المحلة، حتى لو النادي الأهلي قال أنا مش هكمل المسابقة عشان حق فريق غزل المحلة، ده سنة 76 وصعد غزل المحلة لملاقات النادي الأهلي في الدوري. البعض يقول لك ما يمكن النادي الأهلي كان عاوز غزل المحلة عشان يواجهه ويبقى أسهل من نادي الزمالك، لا ده كان حق. وعشان أأكد لك إن هو حق، السنة اللي فاتت اللي بيتكلم فيها رئيس غزل المحلة اللي بنكن له كل تقدير واحترام عن تعرضه لأخطاء تحكيمية أمام النادي الأهلي، هي نفس السنة اللي تم رفض أداء مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدور الأول على استاد غزل المحلة، وكان هيتم نقل المباراة للقاهرة لولا النادي الأهلي اللي النادي الأهلي اللي قال مفيش مشكلة نبدل مباراة الدور الأول بمباراة الدور الثاني، وغزل المحلة يجي القاهرة مباراة الدور الأول وأنا أروح لغزل المحلة الدور الثاني، وده ما كانش في صالح النادي الأهلي، وحضرتك تعي ذلك جيدا، وأندية أخرى مع أندية تانية رفضت الكلام ده واستغلت الموقف ولعبت المباراتين دور أول ودور ثاني على أرضها، لكن ده النادي الأهلي يا كابتن. ده النادي الأهلي اللي لما راح الدور الثاني يلعب تعرض لمذبحة تحكيمية من الكابتن محمد معروف، وحضرتك فزت بالمباراة دي 1-0 وكانت مؤثرة في طريق النادي الأهلي للحصول على درع الدوري. النادي الاهلي ما طلعش اساء لغزل المحله ولا طلع يتكلم عن فتنه بين جماهير النادي الاهلي وجماهير غزل المحله، تاريخ غزل المحله سيظل تاريخ كبير وسيظل له تقديره واحترامه عند النادي الاهلي، ولكن دائما وابدا نبحث عن الاحترام المتبادل، من يخل بالاحترام المتبادل هو من لا يبث الروح الطيبه يا استاذ علي، وهو اللي بيدور على الفتنه ما بين جماهير الانديه الشعبيه. لما اتكلمت في بيانك عن ثلاث مباريات كانت ازمتك هي النادي الاهلي، مباراه الدور الاول ومباراه الدور الثاني ومباراه البنك الاهلي، لان في الاهلي الازمه الاهلي، ومباراه الدور الاول لا تعرضت لظلم تحكيمي، واراء خبراء التحكيم طلعوا كلهم بعد المباراه اتكلموا ان مفيش اي ظلم تحكيمي تعرض ليه فريق غزل المحله، ومباراه العام الماضي احنا اللي تعرضنا لظلم تحكيمي، هدف من فاول غير صحيح، ركله جزاء لمحمد هاني في الدقيقه 40، طرد
لمحمد فتح الله في الدقيقه 2 من الشوط الثاني، والاهلي خرج خسران من المباراه. الاهلي هو اللي بيحافظ على العلاقه الطيبه مع الانديه الشعبيه، فنرجو من المسؤولين في الانديه الشعبيه يبادلوا نادي الاهلي نفس العلاقه، ويكون في حفاظ ايضا على العلاقه ما بين الطرفين. انا حاسس ان احنا في ما يعرف بالديجافو. ديجافو ده انت بتشوف مشهد كده كانه مر عليك قبل كده. احنا في نفس البرنامج الدور الاول، نفس التصريحات، وردنا نفس الردود فيما يخص حتى موسم 76 ودور النادي الاهلي، او حتى فيما يخص فكره ان انت كمسؤول ازاي ما تاخدش الموضوع لبعد جماهيري. ففكره ان بيتقال نفس الكلام بنفس التصريحات وكانه كلام معلب، الكلام المعلب ده ايه؟ اللي هو جاهز. انا في كل الاحوال بعد المباراه مش هطلع اتكلم ان في 19 محاوله للنادي الاهلي مقابل 3 محاولات لنادي المحله، لا 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 لا، مش هتكلم ان فنيا ان الاهلي كان افضل بكتير، لا 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 لا، هطلع اقول نفس الموضوع. حتى احنا ما جبناش الجزئيه بتاعه المعلق، ده اتقالت دور اول ودور تاني، يعني نفس الكلام وكان بنعيد الكلام بالحرف دون النظر لاي اخطاء تانية تعرض ليها المحله وتخص فرق اخرى، ونفس الامور بتتردد ونفس المظلوميه بتتردد ونفس الكلام بيتردد. اعتقد يا جماعه لو احنا بجد عايزين نحل مشاكلنا كل فريق لازم يشوف مشكلته ايه، لان لما نسمع بقى كابتن جمال الغندور وهو بيحلل اللعبه اللي ناس كتيره مسكت فيها، وللامانه احيانا كده بشوف حاجات بقعد افكر فيها مع نفسي لمرحله ان انا زي ما قلت انا بدات اسلم دماغي، لان خلاص كتر التفكير تعبني. ايه اللي ممكن نتكلم فيه كحدث استثنائي لا يمكن يتكرر في اي دوري في العالم السنه دي؟ هو كوره السوليه فاول ولا مش فاول وفي مئات الحالات التحكيميه، ولا لعبه واضحه وصريحه فيها مخالفه؟ يا اما رئيس لجنه الحكام لما قال ان امين عمر وميدو سلامه كان لازم يتدخل روح البروتوكول، وبالعكس في مباراه الزمالك اللعبه بتستأنف، ده المفروض الحدث اللي كل الناس تتكلم فيه، ميديا وجمهور، وعندي وقائع مش حماله اوجه، عندي يا اما النص ده صح يا اما النص ده صح، يا في روح بروتوكول يا فيش روح بروتوكول. نلاقي كل ده اتساب، ودوري كابتن حسن شحاته هيبقى دوري فاول السوليه. يعني انا حاسس تيالوح في الافق جمله دوري فاول السوليه، ومن بدري خلاص. ما هي فكره احنا النادي الاهلي طول الموسم والموسم اللي فات ما فيش اي حاجه تحكيميه، فنمسك بقى في كره السوليه دي ونعملها المظلوميه النسخه بتاعه 2022. طب هي اصلا مظلوميه؟ تعالوا نسمع كابتن جمال الغندور وهو بيقول رايه، ومقارنه مهمه جدا لأصحاب العقول. نطلع ونشوف الحل في اللقطة هنا. مين اللي لعب الكرة؟ انت حضرتك شايف مين اللي لعب الكرة؟ لعب الكرة عمرو السولية. تمام، لعبها كاملا من قبل حتى ما يحصل الاحتكاك. نعم، الكرة اتلعبت. الكرة اتلعبت. أيوه. نتيجة لعب الكرة ونتيجة قفز اللاعب ده ونتيجة مداخلة اللاعب ده هيحصل احتكاك. عادي. عادي جدا. نعم، إذا لا يوجد أي نوع من أنواع الخطأ. مفيش مخالفة. مفيش مخالفة. كمان لو جبت جول غزل المحل عشان نتكلم عن المعايير. قدام حضرتك كده. يلا خلي هذا يمشي عادي، أنا مفيش مشكلة عندي لا في تسلل ولا في حاجة ولا في نعم. هو لعيب المحل بعد ما شاط هنا كابتن حصل إيه؟ احتكاك بينه وبين لعيب الأهلي. هو أنا أقدر هنا أقول إن في فاول هنا؟ مستحيل. إيه الفرق بين اللاعبين يا كابتن شوبير؟ الفرق إن حتى الاحتكاك بتاع اللعيب المحلة مع الأهلي أقوى. يعني يا جماعه ده مفهوم بالكوره. نعم. ايه الكوره اتلعبت خلاص. بعد ما لعب الكوره اللاعب مش هيقدر يسيطر على نفسه. نعم، لاعب نجح في لعب الكوره، حركه جسمه هي تكمله الحركه الطبيعيه ليها، مش موجه نفسه في اتجاه ما. لما كابتن جمال الغندور طلع شرح لعبه السوليه، عشان كده بقول لاصحاب العقول الفيديو ده لاصحاب العقول، فهترتاح لما تشوفه. لما كابتن جمال غندور شرح لعبة علم، تفسير علمي، الكرة اتلعبت، اللاعب مكمل عادي جدا في وضعه التشريح الطبيعي، حصل ارتطام بعد ما نجح في لعب الكرة، فالقصة فيهاش كلام. أول حاجة كده وإحنا بنسمع كابتن جمال غندور قلنا الفريق الإعداد جهزوا لنا اللعبة بتاعة الهدف المحلة. لقينا كابتن شوبير، وهنا الخبرة بقى الإعلامية اللي أكيد كلنا بنستفيد منها، بيتكلم هو كابتن جمال غندور في اللعبة التانية بتاعة المحلة. كلنا شايفين ان ايضا اللاعب نجح في لعب الكرة وثم كمل بحركة جسمه الطبيعية فارتطم بكريم فؤاد بنفس الطريقة. قصة واضحة وصريحة، انت عندك معيار مختلف يبقى شوف، لا ده هدف
والكرة دي فاول، يا إما معيارك واحد. الحاجة الوحيدة اللي المعيار فيها مش واحد السنة دي هم حاجتين ما سمعناهمش في العالم غير في مصر، الاحتواء وروح البروتوكول. ده اللي نقعد نتكلم فيه ونقول دوري الاحتواء ودوري روح البروتوكول. إنما هتاخدني لدوري عمرو السولية مش هتنفع، مش هتمشي معانا هنا تحديدا في الأهلي خط أحمر، والله صدقني مش هتمشي. نشوفكم بعد الفاصل ولسه حلقتنا ممتدة، ما تروحوش في أي حاجة.